احنا بناخد وندي مع السواقين وننزل في الارض ونتكلم ونعمل. هم برضه يعني ربما التجربه تكون جديده عليهم وهي جديده فعلا، فما فيش الامكانيه دي مش موجوده. فالسواق وهو جاي بيقابل شيء واخده من الطريق. هي مش مساله فلوس، هو بيدفع للبلطجي اللي بره اكتر. بياخد منه اكتر. ده كلام مهم قوي. ماشي. شكرا. هنرجع لسيادتك طبعا تاني. انا عايز امال سيادتك اللي هو من يانا تنبيه على